في الشأن اليمني، أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن اليوم مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي. ويعتبر إبراهيم بدر الدين الحوثي أحد أذرع شقيقه زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية. وكان من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر، حيث شارك بفعالية وبشكل كبير في عملية انقلابي على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ صالح الحميدي، وكيل وزارة الإعلام بالحكومة اليمنية. أستاذ صالح، أرحب بك على إكسترا نيوز، وبرأيك من يكون وراء مقتل شقيق زعيم الحوثيين، خصوصا في ظل وجود تقارير تتحدث عن خلافات داخل الحركة؟ طبعا من الطبيعي أن يكون الغياب قد تم فعلا إطار الجماعة نفسها، خاصة في ظل الخلافات التي طغت إلى السطح، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 10 من قيادات هذه الجماعة. ظهرت في الآونة الأخيرة خلافات من رئيس المجلس السياسي الحوثي البشار، وكذلك محمد الحوثي الذي هو رئيس مدينة سوريا والذي تم إقالته، فأجبر رئيس المجلس السياسي على إعادته. نعم. والآن يتم تغطية يعني نقاط القوة لدى كل طرف من خلال الاغتيالات. أعتقد أن اغتيال إبراهيم الحوثي هو في إطار التصفية بين من الأقوى، وكل طرف يحاول إضعاف الآخر يكون هو أقوى من الآخر، وكل المؤشرات تؤكد بأن إبراهيم كان من الصعب ومن المستحيل الوصول إليه أو اغتياله بسهولة، لأنه كما ذكرتم قائد عسكري ويعتمد على شقيقه عبد الملك الحوثي كثير من المهام ذات الطابع المهام جدا، ولا يستطيع أحد الدخول عليه إلا من خلال أداة المجلس أو من خلال قيادة المجلس التي هي المتهم الأول في اغتياله. هل سيكون لهذه الحادثة ومقتله انعكاسات على مسار الأزمة اليمنية؟ طبعا ليس بالشكل الذي جعلنا نتفائل، لأن هذه الميليشيات يعني تتخلص من قيادتها وتستمر من أن تتأثر، فقد كانت سببا أو طالت هي صالح الصمات الذي كان رئيس المجلس السياسي وأتت بالبشار بدلا عنه، وبالتالي هذه الجماعات لديها بدائل أخرى. فلا أعتقد يعني نحن لسنا متفائلين بأن هذه العملية ستكون ذو فائدة كبيرة. الفائدة الوحيدة هي أننا استطعنا التخلص من أحد العناصر التي كانت تشكل خطورة كبيرة جدا على الحدود المملكة العربية السعودية، على اعتبار أنه كان يقود هذه الجماعة وهو من يقوم بإطلاق الصواريخ على المملكة. نعم، الأستاذ صالح الحميدي، وكيل وزارة الإعلام بالحكومة اليمنية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.